السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنستكمل integration by parts، وده القانون اللي كنا استنتجناه اخر مرة، وهنبدأ نحل فيه اكتر من مسألة، نحط افكار complicated شوية. هنبدأ بكم مثال بسيط كنت شرحته في الفيديو اللي فات. x e اس x dx، هنا اخترنا ال u بالx لانها دالة منتهية، ودي قلنا اول نوع. هنشتق ال x هتبقى dx، وهنكامل ال dv اللي احنا اخترناها e اس x هتطلع ب e اس x، ومن القانون بتاعنا ال u في ال v ناقص تكامل v u هنطبقه، هتبقى ال u في ال v ناقص تكامل v du، هيبقى x e اس x ناقص تكامل ال e اس x، وهيبقى الناتج بتاعها x e اس x ناقص e اس x plus constant. هندي مثال تاني هنا، الطريقة التانية اللي قلنا عليها عشان لو في اكتر من مرة تكرار. تكامل x x تكعيب e اس x dx، هنسمي ال u بالدالة المنتهية وال dv الدالة التانية. هنا هنكامل وهنا هنشتق، وهنشتق هنا لغاية ما نوصل للصفر. الدالة المنتهية بنشتقها لغاية النهاية بتاعتها، والإشارات هتبقى موجب سالب موجب سالب، والتكامل هيكون كالآتي: e اس x x تكعيب e اس x x تكعيب ناقص 3 x سكوير e اس x، ناقص هنا الإشارة اهي 3 x سكوير e اس x، زائد الإشارة 6 x e اس x، ناقص بالإشارة e اس x 6. نروح لمثال تاني، تكامل كوزين x e اس x. هنا المثال ده ممكن اختار اليو بكوزين x او e اس x، الاتنين مش هيفرقوا. انا اخترت هنا اليو بكوزين x، مشتقة الكوزين x بسالب ساين x، والدي في اخترتها بال e اس x تكاملها ب e اس x، والقانون u في ال v اللي هي e اس x كوزين x ناقص تكامل v du، وانا خليت دي موجب عشان الناقص اللي هنا، ف e اس x ساين x. هناخد التكامل ده نعمله باي بارتس مرة تانية، هناخد الساين بي يو، والدي يو هتبقى كوزين اكس، والدي في بي اس اكس، وتكاملها اي اس اكس. القانون بقى معانا اليو في الفي، القانون هيبدا من هنا الجزء ده من اللي فوق، فهيبقى اي اس اكس ساين اكس ناقص في دي يو اي اس اكس كوزين اكس. نلاحظ ان احنا هنا وصلنا للقانون اصلا للتكامل المطلوب، فهنقوم مسميينه باي، وهنا سالب i هننقلها الطرف الثاني يعني هنا، فهتبقى 2i، ف2i تساوي e اس x كوزين x زائد e اس x ساين x. هنقسم على الاثنين عشان نطلع ال i التكامل اللي انا عايزه، هيساوي نص e اس x كوزين x زائد نص e اس x ساين x. طريقه بقى تانية للحل زي الطريقه ديت، هنسمي ال u بكوزين x وهنا نشتق، ونسمي ال dv ب e اس x، وهنا هنكامل. مشتقة اليو اللي احنا سميناها كوزين سالب ساين وسالب كوزين. طب هنا هشتق لغاية ما اوصل لفين؟ لغاية ما اخلي الدالة هنا شبه الدالة الام اللي هي اللي احنا بنكملها اصلا، علشان لما اوديها الطرف التاني اعرف يعني عشان اوصل للشكل اللي انا اعرف اوديها للطرف التاني. فهنا الاي هتساوي اي اس اكس كوزين اكس، والاشارات بتاعتنا موجب سالب موجب، اي اس اكس كوزين اكس زائد اي اس اكس ساين اكس، وهنا سالب مع سالب خليناها موجب، زائد تكامل اللي زائد تكامل الإشارة e اس x كوزين x، وخلينا السالب بقى e اس x كوزين x هنسميها ب i، ونوديها الطرف التاني هتبقى 2 i، وبعدين نقسم على الاتنين نفس الطريقة. هنلاحظ ان الناتج طلع متشابه. نروح لمثال تاني أصعب شوية، المثال تكامل e اس جذر x. في المسألة ديت أول حاجة هنعملها هنعمل تعويض ثم تجزئ. التعويض هيكون هنسمي إن اليو بتساوي جذر إكس، فالدي يو هتساوي واحد على اتنين جذر إكس دي إكس، إذن الدي إكس هتساوي اتنين جذر إكس دي يو. وهنكتب مسألة التكامل، عندك الإي أس يو، وهنشيل الدي إكس ونحط ده، هنطلع الاتنين بره، هيبقى لك جذر x du، واحنا عندنا ان الجذر x اصلا مسمينها باليو، فالتكامل هيطلع معاك اتنين بره e اس u في u du. هنا بقى هنستخدم التجزئ، هنسمي اليو الدالة المنتهية، هندي اسم تاني، هندي l مثلا تساوي اليو
والدي ال هتساوي الدي يو، وهنا الدي في هتساوي اي اس يو، والفي هتساوي اي اس يو. تكامل ال في في اي هنا اتنين بره، ال في اي اس يو في اليو ناقص تكامل في دي ال اي اس يو دي ال. انا طبعا غيرت المسميات عشان افترضت فوق يو، فهنا هيكون التكامل عندي اتنين اي اس يو في اليو ناقص تكامل اي اس يو بي اس يو زائد ثابت. وبعديها لازم اخلي كل اليو بجذر اكس تاني عشان يطلع الناتج بدلالة اكس، جذر اكس ضرب جذر اكس ناقص اي اس جذر اكس زائد ثابت. نروح لمثال تاني، تكامل تان ماينس وان اكس. في الدوال الانفرس دايما بختار الدالة الانفرس هي اليو، فهيساوي اليو تان ماينس وان اكس، والدي في هختاره بالدي اكس، فهيكون عندي مشتقة اليو بواحد على واحد زائد اكس سكوير، والدي في تكامل الدي اكس باكس، البي هتساوي اكس. القانون عندي يو في الفي الانتجريشن هيساوي اليو في الفي اللي هي اكس تان ماينس وان اكس ناقص تكامل في دي يو باكس على واحد زائد اكس سكوير دي اكس. هنا المشتقة بتاعت الاس المقام اتنين اكس، هنضرب هنا في اتنين وهنا نص، فالانتجريشن هيساوي معايا اكس تان ماينس وان للاكس ناقص نص لن واحد زائد اكس سكوير بلس كونستانت. نروح لمثال تالت، هنا لوج سكوير اكس. نروح لمثال تالت، هنا لوج سكوير اكس. هنا لما نقابل لوج في التكامل لازم اخليها على شكل لين. عشان اخليها على شكل لين هخليها التكامل لين سكوير اكس على لين سكوير 10 تمام دي اكس. ممكن اطلع دي بره عشان ثابت، يبقى واحد على لين سكوير 10 تكامل لين سكوير اكس دي اكس. اللين هعمله بالتجزيء، هسمي اليو باللين سكوير اكس والدي في بالدي اكس. هنا الدي يو ديت اعتبرها لين الكل سكوير، مشتقة القوس اتنين في لين الاكس في واحد على اكس، والفي اللي هي مشتقة ما بداخل القوس، الدي اكس تكاملها بواحد بي اكس سوري. فهيبقى عندي قانون الانتجريشن هيساوي تكامل اليو في الفي اللي هي اكس لين سكوير اكس سوري ديت اكس لين سكوير اكس ناقص تكامل الفي دي يو. الاكس هنا هتطير مع الاكس ده، يعني هي هتبقى عامله كده لين اكس في واحد على اكس دوت اكس، فالاكس هتروح مع الاكس، فالانتجريشن اللي هيبقى لي اكس لين سكوير اكس ناقص اتنين تكامل لين الاكس دي اكس. اللين هعملها تعويض تاني تجزيء تاني، فهنسمي اليو باللين اكس والدي يو بيساوي واحد على اكس، والدي في هيساوي الدي اكس، والفي هتساوي اكس. فالانتجريشن بتاعنا الناتج النهائي هيساوي اكس لين سكوير اكس ماينس 2. نفتح هنا القوس عشان كل الجزء ده هيتضرب في 2، وفي الاشاره السالبه اللي هو بتاع التكامل التاني يو في الفي اكس لين اكس ناقص تكامل في دي يو اللي هي هتبقى اكس على اكس يبقى بواحد دي اكس. فالانتجريشن الناتج النهائي هيساوي اكس لين سكوير اكس ماينس 2 افتح قوس اكس لين اكس ماينس اكس بلس كونستانت. سؤال بقى تاني، هنا لوج اكس سكوير. طب هو ايه الفرق بين السؤالين؟ هنا اللوج سكوير اكس وهنا لوج اكس سكوير. لما يبقى فيه الاكس اللي عليه السكوير هنخلي الاتنين ديت ورا الاس ورا اللوج، فهيبقى تكامل اتنين لوج اكس. وهنكمل نفس الخطوات عادي اللي احنا قلناها في الفترة اللي فاتت في السؤال اللي فات. اللوج اكس هنحولها لين، طلع الاتنين بره، لما نحولها هيبقى في لين على 10 هنا تكامل لين
اكس دي اكس، وتكامل اللين بالتجزيء هنسمي اليو بلين اكس، والدي يو بواحد على اكس، والدي في يساوي دي اكس، والفي باكس. اذن 2 على 10 لين العشر، الانتجريشن هساوي 2 على لين العشر يو في الفي، يو في الفي اكس لين اكس ناقص تكامل في دي يو اللي هي بواحد دي اكس. يعني الانتجريشن هيساوي 2 على لين العشرة اكس لين اكس ماينس اكس بلس كونستانت. دلوقتي هنروح لمسألة ثانية، تكامل سيك اكس تان تربيع اكس. المسألة دي تعتبر ضمن الدوالي المثلثية، بس انا جبتها هنا في الباي بارتس لانها لما تيجي تحلها تقابلك تكامل بيتحل بالباي بارتس. نبدأ المسألة، هنحول التان تربيع لسيك تربيع ناقص واحد، هيبقى التكامل تكامل سيك اكس سيك تربيع اكس ناقص واحد دي اكس بالضرب، هيبقى لك سك تكعيب اكس دي اكس ناقص تكامل سيك اكس. هناخد ده نسميه انتجريشن 2، وناخد ده نسميه انتجريشن 1، ده الانتجريشن الكلي. الانتجريشن الاول اللي هو سك تكعيب، هناخد اليو ده اللي هيتحل بالتجزيء، اليو هنسميها بسك اكس، والدي في هتسمى بالسك تربيع اكس. مشتقة اليو بسك اكس تان اكس، وتكامل الدي في بيساوي تان اكس. والقانون عندي اليو في الفي سك اكس تان اكس ناقص تكامل الفي دي يو، تكامل الفي اللي هي تان وفي هنا تان، فهتبقى تان تربيع اكس سيك اكس. هنا هنعمل نفس الطريقة تاني، هنخلي التان تربيع بسيك تربيع ناقص واحد، فهيبقى لي سيك اكس تان اكس ناقص هنا سيك تربيع ناقص واحد تكامل سيك تربيع ناقص واحد. فالانتجريشن الاول هيساوي سيك اكس تان اكس ناقص تكامل سيك في سيك سيك تكعيب، وفي هنا إشارة سالب مع السالب يبدي موجب زائد تكامل سيك اكس. تكامل السك تكعيب ده هو أصلا التكامل اللي أنا بكامله، فهنسميه بآي، وهنقله الطرف التاني، هنا إشارة سالبة يبقى هناك اتنين موجب، يبقى اتنين آي هيساوي سيك اكس تان اكس زائد تكامل السك اكس بلين سيك اكس زائد تان اكس. هنقسم على الاثنين، يبقى التكامل الاول هيساوي نص سيك اكس تان اكس زائد نص لين سيك اكس زائد تان اكس، والتكامل الثاني اللي هو تكامل السيك اكس هيساوي لين سيك اكس زائد تان اكس. انا عندي التكامل الكلي هيساوي حاصل طرح التكاملين، يبقى التكامل الكلي هيساوي اي واحد ناقص اي اتنين. عندي اي واحد قلنا بنص سيك اكس تان اكس زائد نص لين سيك اكس زائد تان اكس ناقص لين سيك اكس زائد تان اكس. عندي هنا نص ناقص واحد بسالب نص، فالتكامل الكلي هيساوي ناخد نص عامل مشترك سيك اكس تان اكس ناقص لين سيك اكس زائد تان اكس زائد ثابت. دلوقتي هحل نفس سؤال التكامل بس بخطوات مختصرة او اكتر، يعني انا في الاول شرحتها بتعمق عشان اركز على سيك تكعيب، دلوقتي هشرحها لو جت في الامتحان تحلها بخطوات اقل ازاي. هناخد تكامل سيك اكس سيك تربيع اكس ناقص واحد، فهيبقى تكامل سك تكعيب اكس ناقص سك اكس دي اكس الانتجريشن.
هنا تكامل السكتة كعيب، نفس الخطوات هعملها تاني، فهتبقى اليو بتساوي سك اكس، والدي يو الدي في سوري تساوي سك تربيع اكس. الدي يو هتساوي سك اكس تان اكس، الفي هتساوي تان اكس. فالانتجريشن الجزء اللي هنا ده اليو في الفي اللي هو سك اكس تان اكس، ناقص تكامل في دي يو تان تربيع اكس سك اكس، ناقص تكامل السك اكس، تكامل السك اكس بلين سك اكس زائد تان اكس. هنا الجزء ده هو التكامل اللي انا كنت شغال عليه، هسميه بالاي، وهوديه الطرف التاني 2i هتساوي سك اكس تان اكس ناقص لين سك اكس زائد تان اكس. هقسم على الاتنين، فالتكامل عندي هيساوي نص سك اكس تان اكس ناقص نص لين سك اكس زائد تان اكس. وده اللي كنت وصلت له في الطريقة الطويلة، بس عشان كنت بشرح سك تكعيب لوحدة يعني. في الفيديو ده ببعض الملاحظات ازاي تختار الاي اليو اللي هي الدالة اللي هنشتقها. اول حاجة الدوال العكسية واللوغاريتمات، دي اول حاجة لو تلاقيناها بنسميها يو، لوج اكس لين اكس سك اكس سك ماينس 1 تان ماينس 1 وكل الامثلة بتاعته. تاني حاجة الدوال المنتهية اللي المشتقة بتاعتهم بتوصل للصفر، اللي هي الاكس تربيع اكس تكعيب ولا اخره. تالت نوع بقى اللي هو ليك الحرية الاختيار، لو مفيش ولا ده ولا ده وعندي مثلا تكامل كوزاين اكس ايوس اكس، ليك حرية الاختيار تختار من اليو. ملحوظة تانية، فرق امتى تستخدم التكامل بالتجزيء. ممكن السؤالين يبقوا شبه بعض جدا، بس التاني واحد بيتحل بالتجزيء والتاني لا، زي اكس ايوس اكس واكس ايوس اكس سكوير. هنا مشتقة الاكس سكوير ايه؟ 2 اكس، وهنا هحط 2 وهنا نص، وهيبقى التكامل بتاعها ب اي اس اكس سكوير. اما هنا هحلها بالتجزيء لانها مش مشتقه، ونفس وكذلك هنا تكامل كوزاين اكس اي اس ساين اكس مشتقه الساين كوزاين، وتكامل كوزاين اي اس اكس دي هتتحل بالتجزيء. ففرق امتى تستخدم التجزيء وامتى لا.